مشاهدينا وين ما كنتوا وين ما انتوا، تحيه كبيره لكم واهلا وسهلا فيكم عبر شاشه التلفزيون السلام في برنامج اهلا رمضان. اليوم برنامج برعايه كريم ومميزه من شاميات المنتجات الريفيه في مجمع الدكتور رياض الشلبي الطابق الارضي، اكيد مميز جدا شاميات المنتجات الريفيه لكل عشاق اللبني وعشاق القزحه وعشاق العسل وعشاق الحليب وعشاق كل هذه المنتجات الريفيه، ما لكم غير شاميات المنتجات الريفيه في مجمع رياض الشلبي الطابق الارضي. مشاهدينا اجواء رمضان ما زالت متواصله ومستمره، ومعكم اكيد راح يكون في اسئله في برنامج هنا رمضان، في ناس راح تفوز، خليكم معنا. مشاهدينا دائما وابدا مع شاميات المنتجات الريفيه، هذا البرنامج برعايه واكيد كل المحبه والتقدير لشاميات المنتجات الريفيه في مجمع الدكتور رياض الشلبي تحديدا في الطابق الارضي. كل عام وانت بخير. انت بخير. الله يسعدك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بتحب المنتجات الريفيه؟ اكيد. تمام. ازيك المنتجات الريفيه في شهر رمضان؟ على السحور. تمام، انت بالصحة طبيعتك ولا كيف؟ يعني مش دائما؟ حسب السهرة. حسب السهرة وحسب المزاج. طيب اكيد اليوم مع شاميات المنتجات الريفية، بنقول كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم، مع شاميات المنتجات الريفية اللي موجودة في مجمع دكتور رياض الشلبي الطابق الارضي، في بتلاقوا كل المنتجات الريفية اللي هي ممكن انتم بتدوروا عليها، من لبن مكعبلي، من عسل، من قزحة، من اي شيء ريفي شعبي جميل جدا، شغل هيك بيت بمذاق عالي وبسعر مميز، ودائما كان بكل شاميات المنتجات الريفية تعال معك ايش حق بضاعة تعال خذ وما في مشكلة، لأنه الهدف أن نوسع مدى هذه المنتجات. طيب ما تعرفناش عليك، شو اسمك؟ عمار علاوي. أهلا يا عمار، كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. الله يخليك عمار. عندنا برنامج هنا رمضان عبر شاشة تلفزيون السلام، راح نعطيك أكيد سؤال بتجاوب عليه صح بتاخذ جائزتك مباشرة من مين؟ راح تاخذ جائزتك من شاميات المنتجات الريفية. سؤالنا لإلك بيقول كالتالي، ركز فيه منيح. ماشي، سؤال سهل، هو مش رح يكون صعب كثير. خذ هذا السؤال يا سيدي العزيز، ما هو الخليج الأكبر في العالم؟ الخليج الأكبر في العالم، الخليج الأكبر. جغرافي تسألني؟ جغرافي ما أدري. جغرافي ساعدوا يا شباب، الخليج الأكبر في العالم. تعرفش. طيب أنا بعطيك، هل هو الخليج العربي، الخليج الخليج الفارسي، الخليج المكسيك؟ الخليج العربي. المكسيك. المكسيك ولا العربي؟ المكسيك. المكسيك. العربي. العربي. بلغاري. بلغاري. وانا جبت سيرة بلغاري، قلت الفارسي. بمزح معك. صح؟ انت شو رايك؟ ما بعرفش في الجغرافيا، ما ليش فيه. مكسيكي. لا المكسيك. الناس هون مصرة على مكسيك، وانت شو مصر؟ مكسيك. إجابة صحيحة، المكسيك، خليج المكسيك هو الخليج الأكبر في العالم. شكرا لك، شو بتقول لشاميات المنتجات الريفية؟ شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يسعدك. دائما وابدا مع شاميات المنتجات الريفية، اهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم في مجمع دكتور رياض الشلبي الطابق الارضي. شاميات المنتجات الريفية عنوان وخيار كبير للي باحثين عن كل المنتجات الريفية الزاكية ذات المذاق الحلو، ذات المذاق الجيد، ذات المذاق السعر المناسب، لانه الهدف مش الربح بقدر الهدف من عمم هذه المنتجات. كل عام وانت بخير. انت بخير. عرف عليك. انس القب من دير الاخصون. اهلا يا اخي انس، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. كيف رمضان معك؟ نحمد الله ونشكره. تمام؟ الحمد لله. عازم معزوم؟ لا بعزم ولا بنعزم برمضان، باخره. باخره. اوله ما لكش خوف. اوله ما بحبش اطلع من الضهر. يا سيدي الله يعطيك الصحة والعافية. تعرف اكيد شاميات المنتجات الريفية؟ أو سمعت عنهم؟ شاميات المنتجات الريفية. سمعت عنهم. طيب شاميات المنتجات الريفية موجودة في مجمع دكتور رياض الشلبي أكيد. صحيح. في الطابق الأرضي، تقدر تروح هناك، في الناس اللي بيحبوا اللبن المكعبلي والعسل والقزحة والزعتر وهي الشغلات الريفية الزاكية اللي احنا كلياتنا من الريف. أكيد، وأنت عارف يعني إيش أنا بقصد، هذه المنتجات المميزة. صحيح. شاميات المنتجات الريفية، مشاهدينا بكلكم أهلا وسهلا فيكم، وفي مجال إنه يكون سحوركم من منتجات شاميات الريفية اللي مميزة حقيقة، وكل ما حدا ذاقها رجع لها. طيب بدنا نعطيك سؤال ممكن؟ تفضل. وجاهز الإجابة؟ لك يا صعب ولا سهل؟ بتجاوب بتعطيني الجواب كمان يمكن. طيب يا سيدي العزيز، السؤال بيقول كالتالي، من هو الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية؟ أول رئيس لأمريكا. عطاء كيسنجر. يلا انت تعجب الاسم. طيب هل هو، انا حاسك مش عارف، هل هو كندي؟ ركز مني، هل هو كندي، جورج بوش الاب، جورج واشنطن؟ كندي.
جورج واشنطن. جورج واشنطن متأكد؟ يعني جواب نهائي؟ نهائي. اللي نقلك الإجابة أو اللي جاب لك الإجابة أو اللي حكى لك الإجابة إجابته صحيحة وإجابتك صحيحة. أكيد جورج واشنطن هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هيك في عنا ولاية اسمها واشنطن وفي عنا واشنطن دي سي هي العاصمة الأمريكية. كل الاحترام لك، كل عام وأنت بخير. كل عام ودائما وشعبنا وأهلنا بألف خير، وأكيد عمالنا بألف خير. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا من شاميات المنتجات الريفية. من كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أهلا وسهلا عليك. رسمي عبد الكريم محمد رجب من كفر اللبن. أهلا وسهلا فيك. كيف والله الحمد لله. هنا بنكون الساعة 3:10 وننزل بنشتغل جوا على المعبرة. نعم على المعبرة. تسكرين؟ احنا بندخل قانونيين على العمر، يعني 60 سنة عمرنا. بس يعني اللي بده يريح على الفتحات تسكر. والله وضع صعب. صحيح صحيح. انا بندرك تماما. طيب كيف رمضان؟ يعني رمضان الشغل عندك؟ الحمد لله رب العالمين. صايم يوم سحر الساعة 3:30 4 على ربع بطلع على شغلي. سيد الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيكم. الله يخليك. طيب سيد صديق العزيز، اليوم برنامج برعاية كريمة من شاميات المنتجات الريفية. شاميات المنتجات الريفية موجودة في مجمع أكيد الدكتور رياض الشلبي في الطابق. نعم نعم بعد. تعرفهم؟ نعم والله اشتغلت فيه كمان. اشتغلت فيه؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب معناته بدك تجاوب على السؤال على أساس تأخذ معنا جائزة. يا سيدي إن شاء الله الله يقدر. يلا جاهز الإجابي؟ إن شاء الله. يلا. طيب خذ هذا السؤال. سؤالنا سيد العزيز يعني ما بدي أصعب عليك كثير، ولكن هل تعلم كم عدد عظام عند الإنسان؟ عدد عظام الإنسان؟ 360. عظام الجسد. 360 أو 240. في خيارات؟ في خيارات. تفضل. يلا. هل هي 185 166 260 خلينا 260. خطأ. شو رأيكم شباب؟ 182 بقول الشباب. حظنا يعني. أنا بدي أشعر شو أقول لك. لا 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 مش عارف شو أقول. إجابتك صحيحة أكيد. أنا أستاذ لغة عربية مش صحيح. أكيد أكيد جوابك صح. أنا للأمانة حكيتها من دون ما. كل الاحترام لك وشو تقول الشاميات؟ بقول الشاميات الله يعطينا العافية، وهذا فخر للاقتصاد الفلسطيني. نعم. ولازم كل واحد بهذه الظروف اللي احنا فيها يزرع بالحكورة ويزرع في أرضه، لأنه الوضع اللي احنا فيه لازم نعتمد على نفسنا. أكيد. شكرا لك. وانتم بخير. مع شاميات المنتجات الريفية دائما وابدا انتم ربحانين. أكيد شاميات المنتجات الريفية موجودة في طول كرم مجمع رياض الشلبي وتحديدا في الطابق الأرضي. وكل العشاق اللبني وعشاق الزعتر وعشاق الكسحة وعشاق العسل وعشاق الطحينية وكل هاي الشغلات الريفية المميزة فقط عند شاميات المنتجات الريفية بطعمها المميز وبسعرها المعقول. كل عام بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة. تعرف عليك؟ سلامكم بجنانته. اهلا وسهلا فيك. كيف امورك؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله تمام تمام. نحمد الله ونشكره. يلا كيف رمضان معك؟ والله رمضان كريم الحمد لله ان شاء الله. اليوم عازم ولا معزوم؟ اليوم معزوم. معزوم يا سيدي. صح وعافيه. صديق العزيز اليوم احنا برنامجنا برعايه شاميات المنتجات الريفيه. سمعت عنهم؟ سمعت عنهم. وين موجودين؟ عند رياض الشلبي طابق الطابق الارضي. مزبوط رياض الشلبي الطابق الارضي. مميزين جدا. بدعوكم جميعا تروحوا تزوروهم. شاميات المنتجات الريفيه. كلكم كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. اهلا فيك. طيب صديقي العزيز فينا نعطيك سؤال؟ تفضل. جاهز؟ السؤال هذا باهلك انك تاخذ معنا جائزه من شاميات المنتجات الريفيه. خلينا نشوف شو حظك وشو سؤالك يا صديقي العزيز. طيب سؤالك سهل بس ركز فيه شوي. كم ثانيه في الدقيقه؟ كم ثانيه في الدقيقه؟ 24. كم ثانية من دقيقة؟ قلت لك سهل بس ركز فيه شوي. كم من ثانية؟ طب كم دقيقة بالساعة؟ 24 ساعة. كم من ايش؟ واحد صايم مسطب. كم من دقيقة؟ هي ركز ركز معي. راح أعطيك خيارات راح أعطيك خيارات. بعرف السؤال صعب. لكن راح أعطيك خيارات. طيب إن شاء الله راح أعطيك خيارات. كم ثانية في الدقيقة؟ هل هناك في الدقيقة 90 ثانية 70 ثانية 60 ثانية؟ 60 60 مش 70 يعني.
لا 60 60 60 ثانية تأكد 60% خلاص صح يعني شو أقول شو أقول للكاميرا 60 ثانية 60 ثانية إجابة صحيحة 60 ثانية بعد ما تعبنا شوي بعد ما محمد الكحمة صاروا شو أحمر شايفه طيب يا سيدي العزيز رمضان كريم شو بتقول لشامية إن شاء الله يعود عليهم كل سنة وهم سالمين إن شاء الله للعالم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير مشاهدينا دائما وأبدا مع شاميات للمنتجات الريفية أنتم في طليعة وأفضل من تستخدمون المنتجات الريفية وتحديدا لشاميات من المنتجات الريفية أكيد هناك علامة بارزة ودائما الموقع والعنوان سهل كثير مجمع دكتور رياض الشلبي الطابق الأرضي وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وانت بخير وصحة السلامة وانتم بخير حلوين وانتم بخير وصحة السلامة كيفكم يا شلي الحمد لله أهلا وسهلا الله خليلك إياه الله يسعدك أعرف عليك عاصم محمد صالح أهلا وسهلا فيك يا عاصم وأهلا وسهلا أكيد بكل أحبتنا في هالبلد الجميلة اللي منقولكم كل عام وأنتم بخير اليوم شو تخطيطاتك للإفطار إن شاء الله كل شيء خير يعني قاعدين نتبضع شوي يعني اليوم مش طالع أنت وياه معزومين أو معزومين طالعين لا لا طالعين نشتغل غيروا جو أيوه يا سيدي الله يعطيكم الصحة والعافية طيب أخوي عاصم إحنا اليوم في عنا برنامج هنا رمضان بالعائي الكريم من مين من شاميات المنتجات الريفية عمرك سمعت عنه؟ صحيح مجمع رياض الشلبي مجمع رياض الشلبي أهلا وسهلا فيك شوفوا كمان هاي كمان أبو عوض بوزع قاعد روز نمات أهلا وسهلا أبو عوض وشكرا لأنه بوزع روز نمات بده يعرف الناس وأنت بأذن الفجر وأنت بأذن المغرب أهلا وسهلا طيب مجمع رياض الشلبي شاميات عمرك جربته أو حدا جربه من حواليك؟ والله أنا لا طيب هاي هاي فرصتك تجربوا اليوم وراح نسألك أكيد سؤال مميز وبتجاوب عليه صح راح تاخذ معنا جائزة تمام إن شاء الله يلا السؤال لك بكون كالتالي ركز فيه منيح وما تتسرع وما تكون مش عارف لأنه أنا دائما أسئلة اليوم خطط تكون هيك شوية خلينا بس نبعد عن السيارة نعم نشوف شو السؤال يا صديقي العزيز السؤال بيقول كالتالي ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ السيارة يمشي ويقف وليس لديه أرجل يلا ساعدوه ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس حي شو؟ مش عارف مش عارف شو؟ عقربي عقربي شو؟ حي 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 الشيء الذي يمشي ويقف يلا على الخيرات هل هو ركز معي منين هل هو الساعة أم هو العصفور أم هو الغيم الساعة الساعة الغيم يعني والغيم هو كله شوف بيوقف شو قلت انت الساعة 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 صحيح الساعة أكيد إجابة صحيحة وألف ألف مبارك ربحت معنا في الشاميات شكرا لك كل عام مشاهدينا الان وصلنا لختام حلقتنا المميزة مع شاميات المنتجات الريفية شفنا اكيد قديش الناس كانوا متحمسين ليتعرفوا على شاميات المنتجات الريفية والحلو في الموضوع انه كثير الناس بتستخدم هذه المنتجات خلال هذا الشهر الكريم فدائما للباحثين عن منتجات ريفية مميزة خلال شهر رمضان الكريم وخلال ايام العام ما لكم الا منتجات شاميات الريفية منتجات متميزة ومميزة مشاهدينا عنوانه بسيط مجمع رياض الشلبي في طول كرم في الطابق الأرضي وأهلا وسهلا فيكم نشوفكم إن شاء الله إلى اللقاء